بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبي الرحمة، على إمام الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إن مولانا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الأنبياء قائلاً وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرحمة كلها والشفقة كلها والرأفة كلها ولذلك قال مولانا سبحانه وتعالى من أواخر سورة التوبة: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن هذا يدعونا لأن نكون رحماء مع بعضنا البعض نعيش بهذا التراحم الذي يكفل لنا قلبًا واحدًا ويكفل لنا أن نكون يدًا واحدة هنالك ترى المجتمع يعيش في أمن وأمان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه رأينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيما مع الأجراء مع الخدم مع العبيد كما حكى سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يشعره ان هذا الامر ملكك ان هذا الشيء خاصتك فكن حريصا عليه وكن امينا عليه هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم رحيما بالخدم رحيما بالاجراء رحيما بالنساء وهو الذي وصانا بالنساء خيرا وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي نرى هذا الامر واضحا جليا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن كلها معاملات تتسم برحمه تتسم بالالفه تتسم بالادب الرفيع تتسم بهذا الجمال الذي ينبئ عن هذه التربيه الرفيعه العاليه راينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما بالاطفال نعم ينزل من على المنبر وكان الامام الحسن والامام الحسين يمشيان يعثران في قميصيهما فنزل النبي عليه الصلاه والسلام من على المنبر وحملهما وقال رايت اولادي فلم اصبر انما اموالكم واولادكم فتنه نبينا صلى الله عليه وسلم يسجد او يصلي مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فاذا بالامام الحسن او الامام الحسين يأتي احدهما الى النبي عليه الصلاه والسلام ويعلو على ظهر رسول الله. يلعب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، فلما انتهى من صلاته قال له الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يا رسول الله رايناك اطلت السجود، قال نعم ان ولدي ارتحلني فكرهت ان اعجله يعني كرهت ان انتهي من صلاتي حتى ينتهي من لعبه اين نحن من هذه الرحمه التي شملت الاطفال شملت كبار السن شملت جميع الناس نساء ورجالا واطفالا وصغارا حتى شملت جميع المخلوقات من الحيوانات وغيرهم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا نعيش بهذا التراحم نعيش بهذا القلب الذي شحن بهذه الرحمه نعيش بهذا الادب نعيش بهذا التكافل بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على من علمنا الرحمه والرافه والشفقه سي...